والد الشهيد الرائد أحمد مهدي عبيد الجنابي الذي استشهد في منطقة اليوسفية علوة بغداد أثناء تنفيذه أمر السيد وزير الداخلية المحترم بإلقاء القبض على مجرم خطر جدا. أناشد السيد وزير الداخلية المحترم لأنه رجل يحمي دماء العراقيين جميعا، وبما أن ابني هو أحد منتسبي وزارة الداخلية ومكلف بواجب رسمي، أناشده أن لا يضيع دم ابني هدر، وكذلك أطلب منه شخصيا مقابلتي لأن لدي معلومات عن وجود المجرمين الذين اعتدوا على ولدي باسم الأبوة والشيمة العربية اللي يحملها سيادة الوزير، أن يقابلني بأسرع وقت. شرطة الوياه ما تدخلوا ولا ضربوا طلقة. بعد ما لقى القبض على المجرم المطلوب سلم للدورية الثانية. هاي العملية صارت يوم 11/11/2017، ولحد الآن صار 4 أشهر لم يلقوا القبض على المجرمين، والمجرمين الآن متواجدين.